بس اكيد برضو لما انا ببقى صغيره في السن غير لما بتبقى التصحيح اسهل. اسهل مش كده؟ طبعا طبعا التصحيح اسهل. انت عارفه كمان الـ البنات طبعا الصغيرين وخصوصا العرايس الابتسامه بتبقى هي عنوان الجمال، وخصوصا في وقت سوره الفرح ووقت يعني ده هو يوم. انت واخده بالك ان احنا دلوقتي بقينا مدمنين السيلفي؟ ايوه احنا بقينا يعني في اي مناسبه انا ببص كتير وانا ماشيه في الشارع الاقي بنات واقفه قدام المحلات بتاخد سيلفي، راكبه المترو بتاخد سيلفي، يعني السيلفي ده بقى كومن. فطبعا الابتسامه انا مش بحب السيلفي ده خالص، بس فعلا ده بقى حاجه كومن وخصوصا في الجيل موضوع الصغير. السوشيال ميديا والكلام ده، وان انا اعمل ابديتنج للبروفايل بتاعي وضروري يبقى شكلي يبقى حلو كده وفريش، وفي اي لحظه كده انا ممكن اخد صوره وانزلها اعمل لها شيرنج وكده، ده برضو بيفرق. ازاي نخلي الابتسامه بقى حلوه؟ يعني في ناس بتبقى عندها مشكله في الابتسامه سواء الشفايف او كده، زي ما احنا كده شايفين على الصوره اللي هي على الشاشه دلوقتي. الابتسامه بتتكون من ايه؟ من اسنان كويسه، من شفايف كويسه، من خطوط او التجاعيد اللي حوالين الفم دي مش موجوده. يعني ثلاث حاجات، ثلاث حاجات، اسنان، شفايف، وبشره حوالين الفم. اوكي الله. دي كانت عندها مشكله جامده جدا في النوزوليبيال، اللي هي الطيات، اللي هو الطيه اللي هي ما بين الانف والفم. دي بتبقى بتبوظ السمايل خالص يعني. يعني وبتدي سن كبير جدا، فانت تبتدي تشتغلي عليها سواء ببلازما لو كانت ابتدائيه، سواء ان انت تحقني ميزوثيرابي في صوره كولاجين او هالورونيك اسيد، سواء ان انت تحطي فيلر. في ناس بتخاف من الحقن عموما، ففي ليزرات بتبتدي تشتغل، وانت طبعا عارفه الجهاز بتاعنا الالترا سونيك. اوه شفتي الشفايف؟ اوه 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 يا امي، ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ شايفه الشفايف؟ يعني اكيد انا لو عايزه اجي اعمل شفايفي مش انا اللي بختار الحجم، يعني انت اللي بتختاري الحجم بتقولي لي لا كده كفايه. هنا انا دايما بحب بقول للعيان اول ما بتقولي انا عايزه اعمل تكبير او تصحيح للشفايف، اقول لها احنا نبتدي بالنص سرنجه. ظبطت معاكي وحسيتي ان انت ساتيسفايد، اوكي هنخلي النص التاني نعمل يعني ايه كل شويه تاتش بيه، او ان احنا نبتدي نحقنها كلها. بس برضو لو كانت محتاجه الحاله دي، انت عارفه احنا اتكلمنا على الجام سمايل. ايوه اللثه تبقى باينه، فتبقى دايما الروج بيطبع على السنان. بس مش هي بس القصه كده، القصه ان مظهر اللثه مش لطيف قوي ومش محبب جدا، فان احنا نظبط موضوع ان ما يبقاش في جاما سمايل، ده برضو بيبقى المريض بتاعنا جاي طالب ده، وبنبقى احنا شايفين ان هو صورته الجماليه هتبقى احسن لما نشيل له الجاما سمايل، وده طبعا بنعمله بالبوتوكس.